مشرمل انت تشرمل وحنا قبلي بالزائر انت شامع وحنا قبلي المستمع على حرقها أصوات لكن فوق المسمن تبع الرقها أصوات غير النظل أخبار ويدوز الحلقة بخير خير الحلقة غدوزها باش ما عطى خونا الطبيه لا مزيان شوف كيتفرجوا فيا سون تروا ياك سون تروا ديال الناس كيتفرجوا ياك بزاف تسلم عليهم كاملين في المباشر اللي متبعين لي فان ديال زهير الزائر ديفو زهير زاير في الفيسبوك غادي تلقاوه وغادي تلقاو بزاف تاع لي فيديو ديالو لي بارودي ديالو في يوتيوب تفرجوا فيهم واعرين بزاف واليوم حضر معنا ولكن خصنا نعاودوا الناس الكواليس انا زعيان بركك شويه سير على الله طحال باقي زعيان بركك شويه نعاودوا الناس والمستمعين الكواليس كيفاش جا زهير حضر معنا اليوم ناري بزاف طريقه سبحان الله العظيم طريقه زوينه حيت مرضي الوالدين المستمعين والمستمعين انا راه مرضي الوالدين سير بغيت نبحث على الهاتف ديالو لحقاش بزاف ديال المستمعين قالنا جيبوا زهير الزائر مشيت كندير التحقيقات ديالي كاي صحفي وكاي اعلامي ومشيت نشر الخبر واتصلت بزملاء الاعلاميين واش عندكم الهاتف ديال زهير الزائر جميع الزملاء قالوا لي هاد السيد هذا نماتع ومختفيه لحقاش هو اصلا كيبان وكيظهر بحال القمره قلت شنو غندير صيفط لي ميساج في الفيسبوك ما جاوبتوش ما جاوبنيش مع كتري تليفون حيت تعفرت المعفر حيت هو معفر وتعفرت شويه وتعفرت عليه بشويه وما جاوبنيش بيان سور اضطريت اننا نعاود نصيفط ميساج ثاني وثالث ورابع وما جاوبتوش كما كيقول المتهم ما جاوبنيش لكن بالصدفه غدات الوالدين والزبده والكوفيتير كنت كنضوف في الحي الحسني كنضوف في بانيني تلاقينا في بانيني خرجت من دلال شون تلاقينا في بانيني بانيني ولا شون ديز من هذا الكاشير افضلت البانيني ولا شون والكاشير تا هو وقف معنا حتى كيبان لي زهير غادي يتمشى بكلاكيطه خارج من الدار كاي شخص من ولاد الشعب اللي كيقدم مدينه الحي الحسني فوالا مدينه الحي الحسني جيت غادي بالكلاكيطه وانا خارج ديال القبيه مختفي باش ما يعرفنيش وانا نوقفو قلت لي سي زهير مرحبا يقول لي كيدير بخير لاباس عليك هاني ويتصور معايا وسينا ليا في واحد الوقت ويقول لي تهلا وباش بالكلاكيطه انا تيك كلاكيطه كانت وحق الله حيت سولوا الكلاكيطه كلاكيطه قرات ايوا حصل بين يديا بينك بانتر وخديت الهاتف تاعو حصريا او قلت لي جي او قال لي مرحبا او حضر معنا وماشي ما جاوبتوش راه غير ما شفتش سميتو ما شفتش الميساج اللي كان تحت الكلاكيطه لا هو شافو دار لي في غير الكلاكيطه اللي ما خلاتوش يشوف انا ديت نجاوبو داكشي علاش والتعفيره واللي زوين هو انني تلاقينا في بانيني بحنيني ويقول لي ما عرفتينيش لا انا ماشي قلت لك ما عرفتينيش قلت لك غتحضر معايا في برنامج قلت لي سامي وعنقني وباسني وانا تزنقت وحشمت حيت مع وطول مني عاتي جات تقصيوه عاتي عنقني وداك الشيء الناس جاو كيقولوا شكون هذا ود عمك كان غاب اخوك وكان داير القب كان داير القب حيت كانت الشتا وكان البرد ضروري تحقيق خاصك ديرو بالقب هذا ما كان ما هو حضر معنا اليوم والله الا عاود صور يا صور وكل شيء خطر ويو المخرج صافي وثقنا تفضل شعبنا الله الشحل قلبي في التشربقات سبندرا والتسلقات من التشرجم الطروازئام إلى الأرض تبوقلا والكركماع صهد تطرطق في اليقمنوف طائب لزفط وكأكويت تقاد لي السفنتاتي فهيهات من خضم الأفواه متبجلا والموت آتي لا محالة وأنت في قرية الأوباش لطالما بحثت في غار النمل على النحل وهكذا أنا إذن وانبتقت
وانبتقت يا سلام وضربي وياك تقتليه مالو جرينك شكرا العالي داي العالي داي داي العالي داي أيها المتعجرف تعجرف بقليل ستدور الأيام وتجيء بك إلي أيها الجلالي آه وألف آه دخلت لبيته ووجدته يكتب القلم مذهب وصدره به شعيرات قليلة أيها الجلالي يا ربي يا مولاي المخرج غير تسطع يا سلام هادشي جميل عندك لا هذا أبو علاء ماشي معرني هذا أبو علاء لابس حوايجه أبو علاء المغطي المغطي الفشل منك تباقي يا ما تفشكتي كتطلب الناس عافاك دير لي جيم في التصويرة حباك دابا كنعاود لك واحد ليبوك ديال فمني كتدخل الفيسبوك كتشعد واحد كتقول خويا دير لي جيم في التصويرة الله يرحم الوالدين بارطاجي معاك حباك عرفتي 13 جيم شحال كانت كدير لي أنا 13 جيم إلا كانت عندي شي تصويرة وأنت كنقول للوالد الوالد رانا 13 جيم زعما راه ولدك راه دار شي حاجة جاب 13 جاب 13 هو كيفهمها راه جاب 13 مع الفيسبوك سمعتي شنو اللي زوين هو درت بارودي كانت اول بارودي درت هي ديال حسبني طماع حسبني طماع ما بغيتش نلوح لك الكوره حسبني عياق وراه كتفرج فيا نوره كان عجبها كتقول لي مارادونا غير كان ماركي كتقول لي يا بيزهنا ويلي ايلي ويلي ايلي ايلي ويلي ايلي نوره مولات لاباني اول بارودي هي هذه درتها ولحتها في الفيسبوك باقي ما عندي لا شين يوتيوب لا والو لحتها في الفيسبوك لي بارطاج الناس كتقول لك زوين ديك الساعه كنمشي اش كندير كنمشي كنبين لهم ها انا كي جاتكم ماشي كنقول لهم هما كي جاتكم كنقندر على الناس واخا ندق خويا كي جاتك كي زوينه صافي وعجباتهم هذا من مراجعه بارودي ديال انت بغي واحد كانت يلاه خرجات درت بارودي ديال انت بغي واحد انت بغي واحد يكون جدا مبارد يعطيك ريبي جامد ويشري لك سندويش يعطيك في بي 10 وشامبوان ضد القشره صابونات الحجره لا لا ويربي لك اني كانت هذه لا بارودي الثانيه وعجبت الناس وقالوا لي مزيان مشيت امتى غادي نحس براسي راه كندير بارودي حتى انت مشرمل نعشي ضيفاني وتنعس ولادي وحياني على رجال وحياني وحياني على رجال وحياني هوي هوي والمخرج دوز لينا شي واحد والمخرج الله يرحم باك دوز لينا شي وبغينا هاد المره شي وحده يا المخرج زهير باقي ما تزوجتيش باقي امتى غتزوج البارح البارح هذا غتزوج غنسش عرض عليا اللعب كون هاني الله يجيك هنا بالله انا بغيت كل شيء ياكل كل شيء ياكل الدجاج كل شيء ياكل الدجاج وكل شيء يقول راه مشينا وتبرعنا في العرس ديال زهير حيت غيكون في السطح خليل اللي غيوصل غنديرو ابعد سطح كاين في كازا اللي وصل راه ربح الدجاج اللي وصل ربح الدجاجه ما وصلتيش راه اللي وحل في 5 كيلومتر راه بغيتي مستمعه هي معنا مستمعه من زحيليقه بلاش ناكتيفي الحب يلا سير بسم الله من زمنين من زحيليقه زينب الو الو السلام عليكم تانا كي دايره زينب كي دايره بخير الحمد لله شوفي اللي معايا الله معك زهير شوفي في البحر شوفي في البحر زينب معك زهير بغي يقول لك شي حاجه زينب زينب معك زهير بغي يقول لك شي حاجه الله يقول سدي عينيك وشوفي في البحر وشوفي هذا الهواء كيضرب فيك نعم الوز ماشي نعم زينب نعم مرحبا بك اختي البطل كيدير زينب كي صافي شوف هذه خلال شي زينب مرحبا بك غنبغي زهير شد فك شويه ما ديش عليه رحمق راه مقطع الوراق راه يلاه جبينا من بويع عمر كلشي بخير المهم كنقول لي مرتبكه ماشي مشكل مرتبكه ما لعبتش مع كريستيانو ميسي باش تكون زطريني مزيان شوفي تو ريسبير هذا اول اتصال ديالك زينب لينا
أول مشاركة إذاعية. يا سلام، أول مشاركة إذاعية، إنجاز هادشي. خصك تقيد في راديو أصوات. عرفتي اللي كيعيط لنا أول مشاركة إذاعية شنو كنديروا ليها زهير؟ كنديروا ليه التشريفة ديالو. سير لحقاش شرفة سير. كيفاش التشريفة؟ استنى أنا جيك، كيكون باقي بالميكة ديالو كنحيدوا ليه الميكة باش يعيط الحشمة وحيد الخلعة ويولي مع العائلة ديال راديو أصوات. صافي مشات. كيولي زعما فان أبولمون ديال راديو أصوات 24 ساعة 24 ساعة. دير ليه التشريفة تاعك أنت. شرف الله يا من شرفتنا بالحضور وجئت مشرفتنا أهلا زينب يا من سلقاشي كوشي هتفت في هاتي هكي تشريفة ديالك زينب شريك الشباكية سير زينب سير حسن وباقي تفوريا كي نجيبو حاجة وعفتش عليك عقلي وعيني يفيدوك يا ربي جي قد رجلي أنا عديان وكلمهم كله فقاص ليك انتي ماني حفيان مديك في عيني إلياس ترنن ترنن قبل منا نمشيو بزاف ديال الرسائل اللي توصلنا بهم في لاباج راديو اصوات وكذلك لاباج سفيان سامع نيرمين كتقول سلام خويا سفيان لاباس عليك المشاغب ديالنا الله راك عزيز الحماق بلا اوراق سلم ليا بزاف على زهير بزاف طاح الحك وصاب وغطاه ديما الحماق شكون الحك وشكون غطاه انا 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 حك لا حتى فيما كنمشي للحمام كيقول لي حك لي ظهري صافي سميت على راسي حك لا كنتي تلقى الله يعلم كاميليا ماهر كتقول راك الطوب خويا مفروح انا الطوب تبارك الله كنت حك دابا طوب حك الطوب حوريا كتقول مرحبا به في البرنامج تحياتي لك اختي حوريا ان شاء الله البث يرجع للمدينه تاعكم بشرى الادريسي اللي كتقول تحيه لك خويا سفيان ماشي خويا الحك تحيه لك انت وحده سميتها حوريه دازت داز انا حوريه فاش كنسمع هذه عندي في حياتي فاش كنسمع حوريه كنتخيلها عوامه في البحر ياك حتى كانت شي حوريه ما كتعرفش تعوم غدفن راسها ياك لا حوريه خصها تعوم سمعتي حوريه اش قال حوريه هذيك ماشي حوريه البر خصها تكون حوريه البحر باش تعوم هذاك الشيء اللي كاين خصك تكون حوت عوام بشرى الادريسي كتقول تحيه لك اخويا زهير سفيان تحيه لكم كاملين تبارك الله عليكم راكم مشاغبين شكرا فاطمه تيما المنصوري كتقول صافي لقيتوا الحماق سلم ليا بزاف على زهير تبارك الله عليكم سلم عليك خير وربح ديولا جيم ولا ديولا بارطاج شير جيم يا شير بارطاج يا شير ياك اي سبيك ان انجلش جبت شويه اللي خليتها في الدار هذاك الشيء علاش حيت انا جبت شويه ياك شحال تقديتي اليوم لونجلي جبت غود افترنون اياها درت في جيبي اياها وجيب لورين جبت في كلينكس والله الا بقات واحد غود مورنين مخبي ليا في الشكاره بقيت غود افترنون انا جبتني النون في النون سلفها ليا غود افترنون انا كنعرف اتس امبليفبل ياك امبليفبل بغيت ناكل البابا لا قلتيها نخرج من الاصوات امبليفبل ما فيها باللفل امبليفبل الاول تبارك الله سميع تكون انا سفيان سميع شنو هذه بالالمانيه ولا هي امبليفبل اللي بلا لا غير لا هي فانتاستيك غير مصدق هادشي اللي مارك مصدق ما مصدق لا تبارك الله عليك تصدق في الترجمه المسلسلات المغربيه هدى هدى كتقول وسطيتوني هذا الحماق ديال زهير بليز سلمني عليه بزاف تحياتي اخويا وسيف الدين هي فهمتني وعرفتني كنعرف الانجليزي وقالت لي بليز بليز عليك بليز بليز والله الا بالعربيه ثانك يو ثانك يو ام سو هابي تو تالك ان انجلش يو ناو ثانك يو فيري ماتش هاي 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 سيت سيت كنضرب واحد اللعيبه وباخت تعرف راه كنقرا لونجلي راه عندي لا ليسونس في الدراسات الانجليزيه تبارك الله وصل هذه بالضحك ولا معقول لا معقول معقول معقوله اون باراليل مع الكوميديا ان شاء الله ندخل شويه معقول باش الناس يعرفوا حنا غير باش علم عندي سناب شات ياك تبارك الله انستغرام كاين داكشي كاين ماما راه دايره الكست اليوم تبارك الله بزاف هادشي معلومات جمعوا معايا بغيت ما بقيتش حتى نحطهم قلتهم دابا
هادشي الساعة الأولى غتسطري فيها أنا ما كنهضرش هو بردت حتى هي هذا كيضحك دونك كلشي بزاف ديال المعلومات هنا راديو أصوات مقلوبة تما خاصكم تقادوا اللي كيشوفها ملي كيشوفها مقادة هادشي خويا سيف الدين في الإخراج اعتقد شي فاصل موسيقي هذا الله يصدروني بالضحك سيف الدين ضحك الله يحفظك شكرا اعتقد فاصل موسيقي كما كان نوعه غير اعتقني عساكم ما نسيتوني عساكم الله ما تسكت سفيان كنت غادي نحيح معك in English انا جبت لك واحد استاذ ديال الانجلي مرحبا يا سلام مرحبا يا سلام يا سلام غير مطلع حاجبو وحتى حد ما عجبو ملي نضحك انا معاه يقلب عليا وجهه يمكن شد معايا لاكاس مخليني نتنفس الى معاه انا سطاني سطاني جبت لك استاذ ديال الانجلي سمعتي كيفاش كيهضر يس ولكن كل شيء على يا سلام يا سلام ان انجلش يا سلام يا سلام يا سلام Yes, ah, you kiss me! Oh my God! Yes, oh my! تحية لبو محمد من تولوز اللي كيصيفط لنا لي ميساج فوقهم صيفط لينا اللوز تولوز كاين اللوز بزاف بزاف ديال اللوز تولوز عنده تبارك الله مع لونجلي كنتمنى انه يعيط لنا باش يشتفك شويه بلونجلي باش نشوف هاد حيت يس لختيني شويه بلونجلي ثانك يو I'm ready. مرحبا كيداير لاباس لاباس الحمد لله كيداير انت كيداير خالتي لاباس الحمد لله كتسلم عليك الله يحفظك ليا زينب كلشي مزيان نخدمو تيتانيك مرحبا خدمنا تيتانيك الله شوفي في البحر بنتي هذيك الموزه الكبيره هذيك فوتيها شوفي الاخرى واخا شوفي الاخرى شوفي ديك الحوته كيفاش نقزات شتي كيفاش نقزات حاولي تنقزي انت واخا اوكي غمضي عيناتك دخلي النفس مني فك وخرجيها من ودنك ما تشوف هذيك الحريه اللي القدام شوفي انا صافي انا شوفي انا كنشوف فيك زينب حاولي ما امكن انك تنباطقي حول كل ما هو ايديولوجي اوه اي لاف يو سيري 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 شوفي دفلي في البحر علاش كتضحك نتايا واش كتحسدنا حيت كنحب لا لا حاشا انا غير عجبني الحب ديالكم شوفي بلي مخمز عز عليا انا التخميس الحب ملي كيكون مشعود انا غير انا الشمس اللي مضوع عليكم شويه شوفي كيشوف عرفتي من ديما من ديما لا حيت راه كيشوف فيا عنيبه كيشوف فيا عنيبه داكشي علاش تصدم سمعتي يلا صافي شوفي في البحر ونسي سفيان سفيان راه عين حاسود فيها عود كيضيع لينا وقتنا زيد صافي تفرجتي في الاخر غتغرقي يلا لا شوت لا شوت دابا وصلنا لا شوت يلا غرقي ليا غرقي ليا هادشي اللي كنت خايف بقبقي بقبقي ولكن للاسف للاسف خاصك تبقبقي زينب ما تبقبقيش سمير صيفط لها شومبرير هاك الشومبرير هاك الشومبرير لا ما تبقبقيش هذا الدبلجه ديال تيتانيك ما تبقبقيش او ماي جاد لا ما تبقبقيش غرقات صافي هنا غتسكتي هنا غتسكتي للاسف صافي اش من للاسف راك تحت الماء راك ميته صافي غرقي قول شتو هي ميته شفتيني وانا ميت للاسف كانت ضحيه من الضحايا سبحان من خلق تبارك الله شوفي زين عجبني التمثيل ديالك غنبغيك بنتي غنبغيك عندك واتساب غنبغيك انا غادي نبغيك غنبغيك فواحد العمل ديالي ان شاء الله غادي ندوزو في الاوسكار مرحبا واحد القهوه واحد انا في دبس متا اوسكار صافي سبحان من خلق سبحان لماذا
انت تكركر. زينب يلا جوبا وراه هضر معاك ريشارد عزوز. ما سمعتيش؟ ما سمعتيش. راه شافك كتبقى بقي ويقول لك راه خلاص. المهم دابا واش غتختارها ولا ما غتختارهاش السيد المخرج؟ اه غتختارها ولا غتختار؟ شوفي جيبي لي جوج تصاور ديالك ابنتي، وحده فايقه وحده ناسه، وجيبيهم لي حاولي تجي مع السبعة الصباح. ايه مرحبا. صافي انا غنجي حتى تسعود، بقاي ساعتين كتسنى. ساعتين وانت واقفه ياك ما تكوني تالفه. داز الطوبيس ما ركبتي، داز الطاكسي وما عشيرتي. صافي وان شاء الله راه غيكون غير الخير. ان شاء الله ان شاء الله كنتمناو خير. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. يلا تنعيطوا لي. لا خليها معنا باش نشوفوا الاسئله ديال الاسئله. عندك شي سؤال زهير قبل ما ندخل الاسئله ديال الصحه زينب؟ حاليا لا ما عنديش سؤال. كنوجه تحية لراسي. راسك مرحبا مرحبا. قول لي راسك يسلم على راسه وخليك معنا. يسلم على المصور راسه. مرحبا. الله يهديك. زينب كبير هذا. زينب انت مزوجة ولا مازال؟ لا سيدي ما مزوجاش، حيت زهير كيقلب على شي مرا باش يكمل دينو ويكمل. انا كنقلب على راجل باش نكمل دينو. تلقاي دابا تلقاي ان شاء الله. شوفي غير حوسوا لي حوسي. هوا 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 زهير طلعنا العمارية. يلا طلعي معايا العمارية زينب. طلعي 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 طلعي. هيا زينب يا قطيب اللوز خليوها تدوز. ها زهير يا الوردة اللي يطيح لينا. دعيو معاها والله العالي مرعاها. هيا نتنا شرفة فيكم دعيو معاها. هاي 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 صافي نزلو دابا غنمشيو للعشاء وداك الشيء والماكله. زينب دابا يا شمس العشيه امهل لا تغيب بالله رفقا. هيا اجتمع بيا حتى زدتني في القلب شوقا. ترفق علي اني في المالح قد زدت عشقا. في الوادي المدهب في الوادي المدهب الوادي المدهب في الوادي المدهب. ووجه المالح مثل ثريا جيبوا لي فوز والنبل أوالي شباكية. صفيفوا القطعة وزيدوا الغنموا هاد العشية. صفيفوا القطعة وزيدوا بغيتكم تحضروا لي توريا. يا سلام. طاني طنان يا نانا ويا نانا. لا طلع لك عينك. اللي عندها عشرة عشرة في الطبلة ودي شي ولد ديروا قدامها وباش نبداو العشاء. سير العشاء. ترى زينب معنى وانت كتقول توريا. لا راه كيفاش دابا انت مطلعينك عمارية وبغي نزوجوك بزينب وليتي في توريا؟ هذه خيانة على الهواء مباشرة. زينب كنتمنى انك تطلقيه. هذا ما صالحش لك. انا غنجي نخطب وغنجيب 10 10 من الحاجة. انا معقول وولد الناس. مرحبا سيدي انت جاك العشاء. مرحبا قالت لك جاك العشاء. ناقصة الملحة ولكن زوين زوين. طيب زينب زينب صافي بليزير صافي بليزير فاريت. Je suis hyper content d'avoir une fan comme Zineb parce que il y a beaucoup de gens qui me. شنو مالك؟ حتى كتخصك تدخل هذيك. Mais arrête, arrête. Ah voilà. Monsieur le fermeur. لما المخرج. وي تسير تقول. انت سير تقول قالت لك. واش المخرج بالفرنسي لو سورتور؟ لو سورتور قلت له لو سورتور لو سورتور المخرج لو سورتور. تحيه لك تحيه لاي رياليزاتور. تيرميناتور. سير على يلا نمشيو ندخل الاجوبه والاسئله.